اهلا بيكم معايا في اول فيديو لقناتي، يا رب يعجبكم. مستنيه مشاهدتكم ودعمكم. احنا النهارده هنعمل رول فراخ باللحمه المفرومه مع صوص كريمه وزيتون. هنا عندنا المقادير: 500 جرام صدور فراخ مفروم، و350 جرام لحم مفروم، وعندي بصل وفلفل مفرومين وفص ثوم، وهنا عندي التوابل: نعناع، فلفل اسود، كزبره، حبهان مطحون، وملح وقرفه وزنجبيل وبابريكا. هنا هضيف التوابل على الفراخ المفرومة، صدور الفراخ المفرومة، وهخلطها معاها كويس جدا. طبعا عندي النعناع، ده أساسي جدا مع الفراخ المفرومة عشان الزفارة، باخد كمية من التوابل والبهارات واضيفها على الفراخ زي ما انتوا شايفين كده معايا، وبعدين هنقلبهم كويس. هزود انا شوية ملح، وبعدين هنقلبهم كويس جدا لحد ما يتخلطوا كويس والتوابل تكون فيها كلها. زي ما انتوا شايفين معايا كده التوابل خلاص. انا جبت هنا عند صينية، حطيت عليها ورق فويل وكمان ورق ستريتش، ورق نايلون، وهفرد الخليط اللي عملته من صدور الفراخ عليها، بضيفها كلها، نزلها، وبعدين هفردها انا واحدة واحدة. بس اهم حاجة ان هي تكون متساوية زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا نزلت الخليط ودلوقتي بحاول افردها كويس. لازم نتأكد ان هي كلها سوا واحد عشان ما تكونش في حتة تخينة وحتة لأ، وبالتالي مش هتكون مظبوطة في السوا. هنا زي ما انتوا شايفين كده اتفردت كلها تماما وزي الفل. طبعا بعيد عليها على اساس تكون كلها سمك واحد زي ما قلت لكم. بقت كده تمام قوي ومظبوطة. دلوقتي هنروح عشان نعصج الفراخ، قصدي اللحمة المفرومة. هنحط هنا معلقة زبدة، نستناها شوية تسخن، بعدين هننزل باللحمة المفرومة. بعدين نقلبها كويس. لحد ما تدبل، لون هيدبل. لازم بنقلب فيها على اساس ما يكونش فيها تكتلات. ايوه كده تمام معايا. خلاص هي دلوقتي لونها دبل تماما. هنضيف طبعا بقى البصل والفلفل وفص الثوم عليها المفرومين، ونقلبهم كويس مع بعض كلهم كده. نقلبها كويس لحد ما البصل يدبل تماما، ونضيف جزء البهارات اللي كان متبقي معانا، بقية البهارات، ونقلب كويس عشان تشرب كده من بعضها، تاخد النفس. يا سلام ريحتها رهيبة، ريحتها جميلة قوي. هناخدها دلوقتي وهنقلبها على الفراخ اللي احنا فردناها على الصينية، وهنفردها نسويها كويس. طبعا هي سخنة جدا، هنحاول نظبطها على قد ما نقدر كده. بنفردها، ايوه هي كده تمام دلوقتي، كده كلها مفرودة بطريقة كويسة. اهم حاجة عندنا الخطوة الجاية، دي خطوة مهمة جدا. احنا هنبرم، هنرولها كده هنبرم، بس طبعا مش هنبرمها بالورق، فهي خطوة تعتبر ايه، هي مش صعبة، بس على اساس الخليط
ماسك جدا وبيلزق، فاحنا هنحاول نبرم كده بالراحة ونشيل منها الورق واحدة واحدة، بنحاول لحد ما خلاص تتبرم معانا تماما، ونقوم بقى لفينها بالورق كده، نلفها كويس، نربطها من الجنبين، نربطها من الجنب ده والجنب ده عشان تكون محكمة، لازم تكون محكمة جدا، ونغلفها كويس قوي من الناحية دي كمان، وبعدين نقوم لفينها في الورق الفويل بالشكل ده. كده زي ما انتوا شايفين معانا الرول، بضغط عليه جامد من الجوانب عشان يكون محكم عليه كويس جدا وما يتفكش مني في السوا. انا دلوقتي هحطها في صينية في الفرن، كل اللي هضيفه بس فقط يعني حوالي نص كوباية مية في الصينية، ولو نشفت ممكن اضيف كوباية، نص كوباية مية كمان على اساس بس ما تتلسعش مش اكتر. احنا دلوقتي وهي في الفرن هنعمل معاك الصوص. الصوص هنا انا حطيت هنا معلقة زبدة كبيرة، نستناها لما تدفى، وبعدين هنزل بمعلقة دقيق كبيرة وهقلبها كويس لحد ما تدوب مع السمنة. زي ما انتوا شايفين بقلب بسرعة عشان ما يكونش فيها كلاكيع ولا كتل وتضايقنا بعد كده ازاي نتخلص منها، هتبقى مرهقة. اما هي دلوقتي كده وهي سخنة، وبعدين هضيف اللبن، هنزل باللبن عليها. تمام، هي كده معانا زي الفل. تمام كده، ولا في اي تكتلات ولا اي حاجة خالص، نزلت باللبن كده زي ما انتوا شايفين، بقلب بقى كويس جدا لحد ما يمسكوا مع بعض وقوامهم يبقى تقيل كده. بقلب كويس، ايديا ما تقفش عن التقليب في المرحلة دي. زي ما انتوا شايفين هو كده بدأ خلاص بيغلى وبيفقفق معانا، هنزل عليها بالكريمة، كريمة الطبخ، حوالي نص فنجان كريمة طبخ، وأقلب بقى كويس. تمام، أقلب كويس عشان يختلطوا مع بعض، وأقوم نازلة بشرايح الزيتون، عندي شرايح زيتون أخضر وأسود، وأقلب كويس تمام مع بعض عشان كله يتجانس مع بعضه. يا على الريحة يا على النفس، يا سلام. كمان هنضيف شوية ملح، شوية فلفل اسود، وهنا الزعتر. الزعتر ده بقى اللي هيقلب ريحة البيت دلوقتي، جميل جدا، فظيعة، ريحتها رهيبة جدا دلوقتي، اكتر من الاول بكتير كمان. بس احنا كده الصوص بتاعنا يعتبر جاهز خلاص، مش محتاج اي حاجة مننا خالص، هنركنه على جنب لحد ما يبرد. هو كده يعتبر خلصان، مدوق كده، واو، ولا اروع، طعمه تحفه تحفه بجد. هنا بعد ما دخلت الفرن وطلعت بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها، احنا طبعا بقى هندهنها باي ماده دهنيه عندنا وندخلها تحت الشوايه علشان تتحمر، ونقلبها على كل الجوانب. هنا عندنا بعد ما طلعت زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده، طبعا هقوم بقى اقطعها. هو يفضل ان هي تتقطع وهي باردة على اساس ما تهريش معانا، بس انا مستعجلة وعايزة اقطعها معاكم عشان اوريكم الشكل النهائي شكلها ايه. زي ما انتوا شايفين كده قطعتها كده رول، شكلها فظيع. طبعا ده لو اتعمل طبق كده في العزومات او في المناسبات يبقى طبق شيك جدا على السفرة وجميل. ما تنسوش معانا تدعمونا بلايك واشتراك للقناة،
لو عجبكم الفيديو، وانتظرونا دايما في فيديوهات تانية جاية كتير. We'll be right back.